ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. سالمهم وعدو كل من عاداهم ومحب كل من احبهم انهم مني وانا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واسهب عنهم الرجس وتهلهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الحصار. فقال الأمين الإبراهيم يا ربي ومن تحت الحصار؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد عزنني أن أدخل معكم فهل تعزمني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل إبراهيم معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر فضلنا
هذا في محفل من محافل أهل العظيم، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفال شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خيرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مهموم إلا وكشف الله همه. إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حواجته. إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا من يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا من رازق الطفل الصغير يا من رحم الشيخ الكبير يا من لا يحتاج الى التفصيل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عن المفزير يا محمود بهك محمد يا علاء بهك علي يا فاطر بهك فاطمة الزهراء يا محسن بهك الحسن يا قديم الإحسان بهك حسين عليه السلام وبهك تسعة معصومين من ذرية حسين عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بهك أخيك الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الرضا حسين عليه السلام وزيارة الرضا إمام رضا عليه السلام وزيارة الرضا شهداء كربلاء عليهم السلام خالق مالك محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ معتمی نوجوانوں کی اس صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خالق مالک انجمن وفائے پاس کے معتمی نوجوانوں کو صحت و تندرستی عطا فرما تمام تر پریشانیاں قافور فرما ان کی تمام نیک دعائیں نیک حاجات پوری فرما خالق مالک جس جس مومن نے بھی خالق مالک مجلس امام حسین میں حصہ ڈالا ہے ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما خالق مالک جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں قافور فرما جو مومن مومنات بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نرینا عطا فرما بالخصوص باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ ذاکر حسنین سامد ذاکر راشد علی سفیر حیدر وسیم عباس عابد علی زاہد علی حسن بھائی کو خالق مالک عزتار بیٹا عطا فرما خالق مالک جو مومن مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کی عزت و عظمت کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص بھائی زاہد کے والد شفائی کلی عطا فرما محمد علی کے والد غلام عباس کو صحت و تندرستی عطا فرما فضل غلام علی کی بیٹی کو صحت و تندرستی عطا فرما بھائی قاسم کو سجاد حسین کو شفائی کلی عطا فرما خالق مالک تمام مومن مومنات کو بالخصوص حاضرین کو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما دشمن اہل بیت دشمن سادات دشمن شیعہ جہاں کو نزد و نبود فرما بارویں آقا حدی مہدی کا جل جزہ فرما ہمیں بارویں آقا کی زیارت نصیب فرما بارویں آقا کے وسیلے سے ہماری تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بہق محمد و آل الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه جی خالق مالک ذات رسول کی عزت عظمت کا واسطہ جناب مسلم کے خالق مالک بچوں کی عزت عظمت شہادت کا واسطہ خالق مالک ایک مومنہ بے اولاد ہیں خالق مالک اولاد نرینا عطا فرما
بھائی جعفر خالق مالک ان کے والد محترم سید تندرس کو بھائی جعفر کی تمام تر پریشانیاں کافور فرما اور جتنے بھی خالق مالک بیرون میں مالک مومنین آباد ہیں جس نے بھی مومن سے امام بارگاہ کی مسجد میں خالق مالک حصہ ڈالا ہے ان کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما بھائی عرفان کو خالق مالک عزادار بیٹا عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین رحمت محمد و آلہ الطاہرین اوج مبارش بالله منه